عندنا تجربة بمثلا حكومة المهدية، حكومة كانت النية الحسنة متوفرة فيها وصاحبة ومعلمة في القمة من المجاهدة والعبادة، بعدين حكمتنا 16 سنة. ال 16 سنة كانت فتنة غريبة جدا، عدد السودانيين انخفض من 15 مليون ل 3 ملايين في 16 سنة. حكم ديني وحكم وطني، استقبلنا الفاتح النصراني بفرحة وقلبنا الجبب المرقعة وعرضنا. ليه؟ لأنه الدين قد يكون شر مستطير إذا كان طبق في جهالة. أنت لا يمكن أن تبدأ بالدين بجهل وتفتكر بتمشي للخير.